وسهلا بجميع متتبعي قناة بيوتي باي خديجة. ترحب بجميع المشتركين والغير مشتركين اللي تيشوفوا الفيديو لأول مرة. تنقول لكم مرحبا وألف ألف ألف مرحبا. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا جميعا كيفية الاحتفاظ بالقطاني. هنايا كما تلاحظوا عندي الفول هذا اللي منقي، محيد له القشره نتاعو على ما اظن تقولوا الفول السوداني هذا، و عندنا اللوبيا، هذه اللوبيا اليابسه او الفاصوليا، عندنا جلبانه اليابسه ما هي دي، والحمص. دونك غندوزو للطريقه دابايا كيفاش خصنا نحتفظوا بها. اولا وقبل كل شيء، السيده من تبغي تاخذ القطاني شوفها، خص تكون النوعيه جيده، ونوعيه بالاخص تكون جديده، وتشوفيها الا ما كايناش هذيك كما تنقولوا حنايا ديك اللي تدير هنايا السوسه، تكون نوعيه نقيه وجديده. هذوما كما تلاحظوا انا بحكم اني ساكنه في اوروبا، كنجيب معايا واحد الكميه لا باس بها هكايا باش ندوز فصل الشتاء هكايا. دونك هانتوما كما تلاحظوا كذلك بالنسبه للوبيا حتى هي هكايا من بعد ما نقيتها هكايا وجديده، ما فيهاش الدوده او شي وحده مسوسه. كذلك بالحمص وكذلك بالجلبانه. دونك شنو هي الطريقه الوحيده باش تنحتفظوا بالقطاني نتاعنا؟ السر وهو الملح. يسالوا بعض البنات يقولوا الملح، راحنا عارفين الامهات تاعنا كانوا تيديروها ولكن لا، رغم انا كنت انايا كنت ندير الملحه هكذا، ورغم هذا تلقى هذوك كي تيقولوا هذوك هنا مسوس هنايا مسوس هنا مسوس هنايا. دونك علاش رغم الملحه تلقاو السوسه عندنا في القطاني تاعنا؟ الحل ساهل، وهو الملحه فيها الرطوبه. دونك باش نحيدو الرطوبه ناخذ الملح نتاعنا ونديروها في لاطه ديال الفران، او السيده اللي بغات ديرها في المقله هكا ديها وتجيبها هكا على المقله باش تتحيد لنا الرطوبه. دونك انا الان نديها الفرن حتى تحيد لها الرطوبه ونرجعوا من بعد. هنايا كما تلاحظوا هنا رديت القطن نتاعي في هادو لي بواط نا اون بلاستيك، عندك الشوا ديريها اون بلاستيك ولا ديريها في القراعي ديال الزاج، كل سيده على حسب. هنايا الكمون البنات تا هويا تا هو ديروا له الملحه، والقزبر حبوب راه وريت لكم ديجا، وهنايا العدس تا هويا ضفتو. صافي، من بعد ما الملحه شربت ليا من درتها في الفرن، وكما قلت لكم يمكن لكم ديروها في المقله تتحسوا بها بان الرطبه مشات ليها هنايا، تديروه بالاصابع ديالكم تتحس باينة بان الرطبه مشات لكم. صافي تشدي، اما لا كانت عند السيده كميه كبيره ديال الملحه تقدر تغطي كامل القطن تاعها، تغطاه هكايا او الدردر هكايا. كمية معقولة هنايا، صافي غنكمل هاد لي بواط نتاعي ندردر عليهم الملحة. هادوك البنات الدودة هادي اللي تيكونو حنا تنقولو ليها الرامود، وكاينو شي مناطق أخرى معرفتش يقولو ليها هداك الرامود، هو ديك البخوشة الصغيرة وراك حلا.
من تنديرو هكا الملحه ديجا تنحيدو منها الرطوبه ما تبقى ما يعني صافي هذيك البخوشه او الحشره الصغيره ما تتبقاش صافي هكا. وهنسدو على لي بواط نتاعنا. وتنتمنى قد فدتكم في هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. مع السلامة.